من أكثر الشغلات اللي صرت أنا بكرهها كثير واللي إلها فترة رائجة بالإنترنت هي مثل هيك مثلاً. يمكن ما فهمت صحيح، خليني أعدلك صياغة المشهد ولكن من منظور الأب. محمود، ياسين، أم ياسين، يلا تعالوا خلينا نصلي جماعة. يلا يا شباب صفون وراي، أنت يا أم محمود صفي كمان ورا الشباب. بجي أنا بمسك التليفون وبحطه قدامي وبفتح الكاميرا وبلش بصور، بقول الله أكبر وكلهم وراي بيقولوا الله أكبر وبنبلش صلاة. بعد ما نخلص صلاة بسلم أنا وبفز، أخذ التليفون وبمسكه عشان أتأكد من الفيديو. يوم بيجي لعندي ياسين الفضولي اللي بابا ليش كنت عم تصورنا إحنا فيديو وإحنا نصلي؟ يا بابا مشان الناس تشوفنا إنه إحنا منصلي وإحنا الناس منخاف من الله. لكان شو؟ هل تعلم يا عزيزي المشاهد إنه الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر؟ قالوا وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. يقول الله عز وجل للناس يوم القيامة إذا جزى منهم أعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون هل ترون عندهم من جزاء؟ وهل تعلم أيضا يا عزيزي المشاهد إنه رب العالمين بيقول بكتابه الحنيف يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر لا آخر الآية. وللأسف يا عزيزي المشاهد هي الشغلة إلها دارجة عنا من كذا سنة، بتلاقي كل الناس حاطة حالات في طريقنا إلى العمرة في طريقنا إلى الحج، بتلاقي واحد بيروح على الحج بيمسك تليفونه بتصور قدام الكعبة، بتتابع أخباره بتلاقيه بشكل مستمر بيصور مناسك الحج واحدة واحدة، هو عم يرمي الحجر ولا هو عم يقبل الحجر الأسود، ولحنا بتلاقينا شامسين الدنيا حاملين التليفون عم نتصور قدام الكعبة بلباس الحج، في عالم حتى بتتفالح بتصور هاي الصورة وبتطبعها وبتحطها بقلب برواز وبتعلقها على حيط بيتها، يعني الرايح والجاي يشوفوا إنه هو كان بالحج. أو بتلاقي بعض الفيديوهات لشباب وبنات بيحكوا عن روتينهم الصباحي إنه هن بيفيقوا ياخذوا حمام بوضوا بيصلوا الفجر بيقرأوا قرآن من الحكي هذا، وهن طبعاً عم يصوروا وشو عم يعملوا، برجوك حالهم هن عم يقرأوا، برجوك حالهم هن عم يصلوا. تلاقي حاطط حالة على الفيسبوك أو الانستغرام وماسك عم يتصور صورة سيلفي إلا ذاهبون إلى صلاة الفجر، وبيحط لك توقيت مشان تتأكد إنه هذا الوقت وقت صلاة الفجر. أو مثلاً بتلاقي حدا مننا لما بيكون عم يصلي بيجي حدا بيقعد بالغرفة اللي كان هو عم يصلي فيها، بتلاقيه بلش يخشع بصلاته ويصلي على مهله ويحسن من صلاته. ليش؟ إنه في حدا عم يشوفه وهو عم يصلي، مع إنه هو بيصلي كرمال رب العالمين يشوفه مو كرمال الناس تشوفه. والشيء المحزن يا عزيزي المشاهد إنه الناس ما بتعرف إنه هاد من أكبر أسباب تعاستها بالدنيا ويمكن تعاستها بالآخرة. الله يجيرنا. ولا تنسى يا عزيزي المشاهد الحديث المشهور عن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل تصدق صدقة فأخفاها حتى لا تدري شماله ما تنفق يمينه. أنتم متخيلين لهالدرجة؟ أنتم متخيلين لأي درجة الرسول عليه الصلاة والسلام وصانا أنه نحن نخفي عمل الخير؟ حتى أغلب السلف الصالح كانوا حتى أهل بيتهم ما يعرفوا هن شو عم يعملوا من أعمال خير. ولهيك يا عزيزي المتابع أرجوك ثم أرجوك بوصي نفسي وبوصيك وبوصيك توصي الناس اللي حواليك إنكم تبتعدوا عن الرياء. ديروا بالكم مني. سلام.